منذ أن أطلق مصرف لبنان قراره الأخير المتضمن احتساب سعر صيرفة على 38 ألف ليرة لبنانية والسماح للمواطنين ببيع ليراتهم مقابل الدولارات، حتى سارعوا لإجراء هذه العملية وسط تفاوت في الآراء حول فعاليتها. بعد لحد هلا ما فت فيها، بس مبدئيا اللي كان البنك عم يعطيني اياه كنت عم بستفيد فيه، يعني كنت عم بستفيد 1000 دولار. انا اللي اشتروا دولار دفعوا 38، بكره بيرجع يبيعوا الدولار على 30 او على 32، بكون استفاد مصرف لبنان. انت عندك حساب بالبنك؟ ايه اكيد. استفدت بالعمليه الصيرفه يعني؟ بصراحه ايه. قد استفدت؟ يعني استفدت لي شي مليونين. اجار بيت. بس بتحس هذا الشيء مفيد لبعدين ولا مش؟ اكيد لا، ما عم بياخذ، بيعطيني اياهم بجيبي، بياخذهم من الجيبه. جمعة الجيب بشوف قديش السوق وقديش الدولار، اذا في حدا يلحقه. اول شيء انا موظف بنك، واكيد ضمن صيرفه عم نعمل صيرفه. ليه تعميم منيح؟ مش معروف شو خلفيته. مشهد نقل الاموال بالشاحنات رصد بطريقه علنيه، وقد استفاد من يملك رصيدا كبيرا من هذه الاموال من صدور القرار لزياده ثروته. بعض المواطنين عبروا عن عدم اهتمامهم بالموضوع وعدم إجراء العملية بالرغم من امتلاكهم حسابات لدى المصارف. عندك حساب بالبنك؟ اي. استفدت من عملية صيرفة؟ لا ما استفدت. عم يطلع مليار ومئة مليون وشو بدهم يعملوا فيهم؟ عم يجمعوا اللبناني، شو بدهم يعملوا؟ رح يضربون ضرب للعمى. طول بالك، ننطر الخميس من هني بعدنا. عندي حساب توطين بس ما عملته، مش مهرز القصة. ما قلة فضاوي وعجقة كتير وبدك تروح تنزل أكتر ما سرقين لك فلوسك وأخذين لك مصرياتك، بدك توقف تنزل للون، خلاص خلينا بكرامتنا أفضل. أما موظفو المصارف فرأوا في هذه العملية ضبطاً لسعر دولار السوق السوداء، وهذه الخطوة إعادة الثقة. عملية الصيرفة هي نوع من عملية إعادة الثقة أكثر من إيداع وشراء على عملية الصيرفة وسعر الصيرفة. اليوم هلأ غير عندهم حسابات ببنك الموارد ما عاد فيهم. فتحت لجميع الأفراد الشعب اللبناني بدون استثناء حسب تعميم مصرف لبنان من الخميس للتنين. بارح أقفلت أيام الأعياد، كانوا موظفين بنك الموارد بجميع فروعه على مساحة الأراضي اللبنانية مدراء وموظفين وكافة عائلاتهم حتى اشتركوا في هذه العملية لإنجاحها. بس اللي عندهم حسابات اليوم ببنك الموارد بعضهم بيقدروا يكفوا بالتأمين. أكيد اليوم مفتوح على زبائن البنك طبعا. التفاوت في الآراء يعكس حالة التشرذم التي يعيشها المواطن الذي يخشى أن يستفيد اليوم ببعض الليرات ويدفعها غدا في حال ارتفاع دولار السوق الموازية. ما زال التعميم الأخير الصادر عن حاكم مصرف لبنان مستمر حتى الآن، ويطرح هنا تساؤلات عدة. أولاً، هل استطاع هذا التعميم فعلاً ضبط دولار السوق السوداء؟ ثانياً، هل تستطيع المصارف وإلى متى الاستمرار بتطبيق هذا التعميم؟ وثالثاً، هل فعلاً استفاد من هذا التعميم من يستحق؟ من بيروت، حسن فقيه، أن بأن.